وسط تعثر الجهود الأممية والدولية، تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن، ما عقد عملية وقف إطلاق النار. ففي محافظة مارب ارتفعت وتيرة المواجهات بين الجيش وميليشيا الحوثي بعد شن الأخيرة هجماتها على مناطق عدة في أطراف المحافظة. وبحسب رئيس أركان الجيش صغير عزيز، فإن الميليشيا تواصل حشد عناصرها إلى خطوط المواجهات رغم فشلها في إحراز أي تقدم ميداني وحدوث خسائر كبيرة في صفوفها. صد الجيش لهجمات الحوثيين أسند بطلعات جوية من مقاتلات التحالف التي قصفت وفق مصادر عسكرية تجمعات وآليات عسكرية للميليشيا في مواقع متفرقة شمال غربي مارب، واستهدفت تحصيناتها في الكسارة والمشجع ورغوان. وكانت منطقتا الكسارة والمشجع قد شهدت الأيام الماضية هجوماً حوثياً عنيفاً صدته قوات الجيش التي أسقطت 4 طائرات مسيرة استطلاعية. التصعيد العسكري اعتبرته الحكومة المعترف بها دولياً استمراراً لهجمات الحوثي الإرهابية. وقالت الخارجية في بيان لها إن تلك الهجمات رسالة واضحة من الميليشيا ضد الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن. الهجمات العسكرية على مارب والتي رافقتها ضربات جوية ضد السعودية أتت إثر تعثر التحركات الدبلوماسية الأممية والأمريكية والعمانية الرامية لوقف إطلاق النار باليمن، وكلها توقفت عند تصلب موقف الحوثيين المطالب بتفعيل النشاط في مطار صنعاء وميناء الحديدة دون مقابل سياسي أو عسكري، بينما تريد الشرعية وضع مسألة وقف إطلاق النار في السياق الإنساني، وهو ما أيده المبعوث الدولي مارتن غريفيث في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.